تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 84 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 43 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 46 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 612 قضية من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و168 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، فقد تم ضبط سبع قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 52 طن أقماح محلية.